تعرف ان فرانشيسكو فرانكو حاكم اسبانيا زمان كان سبب في خسارة بلده للقب اليورو؟ في 1960 اسبانيا كانت تحت حكم الديكتاتور فرانكو، وكان عندهم منتخب فيدي ستيفانو ولويس سواريز وإيلوغو مارتينيزي، بس الفوز باليورو كان مستحيل. فرانكو قرر ما يخليش المنتخب يسافر يلعب الاتحاد السوفيتي عشان المشاكل السياسية مع الروس، وكانت التصفيات بتتلعب لغاية دور ربع النهائي بنظام الذهاب والعودة. حاول دي ستيفانو معرفة سبب الانسحاب من البطولة، وهنا جه الرد. القرار اتاخد من فوق ومش هنروح موسكو، فرانكو قرر. إسبانيا انسحبت والاتحاد السوفيتي كمل الطريق وفاز بالبطولة. الحظ كان مع فرانكو إنه يديله فرصة تانية في نسخة 1964، وفازت إسبانيا بالكاس بعد الفوز على الاتحاد السوفيتي نفسه 2-1، وفرانكو حضر الماتش في سانتياغو برنابيو. فهل في العصر الحديث ممكن نشوف انسحابات تاني بسبب الخلافات السياسية؟